السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزول في الله ومتحية كبيرة لكم وكل كيما راكم. معاكم لطفي دوب الكانون باش نحكيو على وين وصلنا بعض الحراك يا جماعة لهنا والناس اللي تبعوا بينا في الصفحة. بارك الله فيكم. أنا رأيي الشخصي لازم ديما يا جماعة نرجعوا للبرنسيب دي باز ديما على يعني الأساسيات اللي بدينا عليهم. الشعب الجزائري فخامة الشعب الجزائري خرج ضد العصابة هذه متفاهمين عليها. هذه العصابة يا جماعة راهي كانت متكونة من جماعات ديكلون جماعة حكم الاقتصاد وحكم التجارة جماعة علي حداد ولفسي وسيدي السعيد هادما بندية جماعة وجماعة أخرى حاكمين السياسة كما لا فلان ولا رندي وأحزاب الموالاة وعمر غول يتلاعبوا جماعة في البوست على البلدية ولمير وك شفتوا يخي الانتخابات وسمع صوتك وما نعرف شي هي باش يأكلوا البلاد من جهة السياسة. وكان جماعة أخرى هي جماعة الجنرالات الفاسدين اللي كانوا يديروا في الليزافير اللي شوهوا سمعة الجيش جماعة وهما كانوا ولادهم ولاد ولادهم وفاميلاتهم يشريوا الأراضي وليكونتونار ويأكلوا جماعة في البلاد من ناحية هذه. وكانت جماعة السعيد جماعة الرئاسة مكتب الرئاسة المستشار وخو المستشار ولد عمه ولد أخت بوتفليقة ولد خالتها هذه البندية كل كانوا جماعات الشعب خرج ضدهم كامل. هذه العصابة الشعب كامل خرج ضدهم كل جمعة والشعب يثبت ويخرجوا بالآلاف وبالملايين تطيح عصابة من العصابات هذه. كل جمعة نشوفوا فلان العصابة السياسية طاحت قال واش لفلان تفكك وبو شارب قال راني معاكم وراني حتى أنا مع الحراك ها وطاح لارندي ويحيى قال حتى أنا والارندي قال لازم نديروا إصلاح ومن بعديك طاح جماعة البندية تاع اللي يسرقوا التجارة والصناعة هذيك حلي حداد ولفسي وداروا عليه ونحا طاحت. كل سمانة تطيح جماعة من جماعات حتى وصلنا للمرحلة هذه ونتقاو دو كلون دو جروب. جماعة الجنرالات اللي حكينا عليهم اللي يفسدوا البلاد ولادهم وفاميلياتهم ربي سهل عليهم وجماعة مكتب الرئاسة تاع السعيد بوتفليقة ولوكلون هذاك ها هما. هاد الجماعة وهاد الجماعة بقاو يا جماعة هام متنافسين هاد هم اللي بقاو وهما قويين في زوز وكل واحد فيهم خارج على القانون. هذا السعيد قادر في أي لحظة يبعث للقايد صالح ويقول له راك تخرج روتريت لأنك 80 سنة قانونيا سي بون هاي روح تلعب يسنيله من عند الرئيس ويقول له اخرج. وهذا القايد قادر يطبق عليه ويقول له حتى انا انتك راه اورلا لوا راك نطبق عليك الماده 102 والماده 7 والماده ما نعرفش هي 8 رم في زوز اورلا لوا. بصح باش يربحوا دركا بيناتهم يا جماعه شكون اللي راح يكسب العاطفه تاع الشعب؟ لازم واحد فيهم يكسب الشعب باش هو اللي يطلع كشغل لي دومي فينال فهمتهم يلعبوا مع بعضهم اللي يربح يقابل الشعب. دركا شكون فيهم راح يكسب الشعب؟ السعيد حاولوا يديروا خطه وش هي قال لك دوك نكسبوا العاطفه تاع الشعب ونجيبوا شخصيه توافقيه كيما اليمين زروال ونطلعوه ونقولوا صاي باش يجدوا النظام من جديد. بصح اليمين زروال كيما شفتوا رفضوا فاقلهم وفاق باللعبه تاعهم. القاي صالح حب يكسب العاطفه تاع الشعب وقال لهم اسمعوا كاين بونديه حاكمين البلاد وراهم يتامروا كي شغل الشعب ما عملوش هكا عندكم منهم راهو كي شغل انت خايف منهم هكا انت هو قائد. فهو حاب يكسب العاطفه والناس بدات تفيق تسمى هما دو كلون بيناتهم بقاو شكون الكلون الجاي اللي راح يطيح قبل الجمعه الاخيره باش يزيد يطيح الاخر. هذا هو المسلسل اللي وصلنا ليه يا جماعه. كل واحد دركا يستعمل في اللي كارت باش يكسب الشعب لانه الشعب ولا صح قوي الشعب ولا فارض روحه الشعب ولا ما يخافهمش وهما ولا يخافوا الشعب. فكل واحد يتلاعب لا راني مع الشعب راني مع الشعب. دونك انا نطلب الثبات نطلب الصبر تفري كيف قلت لكم سي لا دومي فينال كلون كونتر كلون. اذا حاب تساند انت القايد باش يطيحوا السعيد ساندوا ربي يسهل عليك باش تطلع لا فيلان بين القايد والجنرالات الفاسدين هذوما وبين الشعب لانهم شوهوا سمعه الجيش يا جماعه. والجيش كيما نقولوا الحمد لله ربي استرنا انه الشعب والجيش هذيك لاسوش تاع الجيش متوحدين يا جماعه. الجندي البسيط وضباط الصف وهذوما كل النزهاء هذوما اللي ما وسخوش يديهم بالسرقه تاع لي زافير هذوكم اللي حبهم الشعب ويساندهم. دونك حنا لهنا رانا وصلنا للمرحله هذه. هاد الكلون وهاد الكلون دوك يجيبوها سمانه كامله هما طايحين على بعضهم ما بقيناش نحكيو على فلان ولا رندي وعلي حداد طاحوا هذوك سي بون سي فيني. بقات اللعبه بين هذا يتهم في هذا وهذا يتهم في هذا. المهم الشعب يبقى ثابت على حاجه واحده انه الاسبوع الجاي يكمل في طرح له كاع. بارك الله فيكم. كانت هذه دوبل الرساله تاع دوبل كانو ليكم وربي يوفقكم ان شاء الله.